رقم واحد ده بيبقى اكتر واحد بيكسب بطولات واكتر واحد مستمر في مستواه السنه كلها. فا اكيد ان الواحد يفضل موجود رقم واحد دي حاجه صعبه, او يفضل مستمر السنه كلها دي حاجه صعبه, بس لازم يبقى في حاجه يعني لازم يحصل ده عشان يبقى في زي في موتيفيشن ان الواحد يبقى عايز يكمل, ان عايز يوصل ليبقى حامل حاجه مختلفه. ف يعني الواحد بيكسب بطولات كتير ورا بعض دي مش حاجه سهله, ان نلعب كلنا نفس الناس نفس البطوله زي كل شهر نفس هم فده بيبقى صعب جدا. بس كل واحد بيحاول يتعلم, بيحاول يغير من نفسه, بيحاول يشوف ايه المشكله وايه اللي يحاول يحسن نفسه فيها. ويعني انا شايفه ان ما عنديش مشكله الحمد لله, وان شاء الله احاول ان انا ارجع رقم واحد تاني, يعني حاجه عاديه. يعني احنا بقى في وقت كورونا, يعني حتى لو ما فيش كورونا وفتره كان واسع بطولات كتيره في شهر واحد بيبقى كتير قوي علينا كلنا. احنا بقالنا اكتر من سنه ونص بنلعب من غير ما نقف, يعني ما وقفناش خالص من ساعه ما رجعنا من كورونا. فثلاث بطولات ورا بعض كبار مهمين, ده صعب علينا شويه. وعلى حسب يعني زي ما شفت البطولات دي في كذا حد خسر من اجانب من الاول لان لود كتير قوي ورا بعض. فيعني يعني خلاص اخر سيزون اخر كام بطوله, فبنحاول على قد ما نقدر بقى كل واحد ربنا معاه ويشوف بقى يحاول يفضل مستمر ويحاول يخلي باله على نفسه ويكمل البطولات. يعني انا كنت بعيده 3 شهور وشهر 3 لا على حاجه اعمل ايه بقى كنت بعيدة 3 شهور عشان كان عندي صوت اخر بطولة في بلاك بول, وحاولت ان انا ما بلعبش بطولات كتيرة اكتر من انا رايح واعالج نفسي عشان العب بطولة العالم وعجبونا وبعدين عندنا بطولة ثالثة. فحاولت يعني بتعالج لسه الحمد لله كويسة ومفيش حاجة, بس الموضوع بياخد وقت شوية. بس يعني الحمد لله كنت حاسة ان انا اتمرنت كويس تعديت كويس بطولة العالم, ودي كانت بالنسبة لي اهم. وهشوف بقى البطولة دي السنة دي ايه اللي هيحصل فيها يعني, بس الحمد لله كله كويس. كإدارة مدينة الجونة أو كاستراتيجية شركة أوراسكوم عامة, يعني ما بنستثمرش فقط في الرياضة, لا احنا بنستثمر في الرياضة وفي الفن وفي مجالات مختلفة كتيرة. فعلى سبيل المثال احنا دلوقتي بنستمتع مع بعض بان احنا مستضيفين بطولة العالم للسكواش أو بطولة الجونة المفتوحة للسكواش, لكن في خلال كام شهر هتلاقي عندنا أحداث مهرجان الجونة, خلال كام شهر ومن أسبوع كان عندنا احداث الجولف المفتوحه. فاحنا مش بس بنركز في مجال واحد, لا احنا بنسوق لكل المجالات عشان ده تسويق للسياحه اللي بيعود علينا مش بس علينا وعلى الدوله كاجمع وعلى البحر الاحمر ككل. 10 سنين واحنا بنستضيف الحدث العالمي بطوله السكواش الدوليه البلاتينيه في ارض مدينه الجونه, احدى مشاريع شركه اوراسكوم للتنميه. سعداء بان احنا مستمرين في اخراج حدث بالمنظر ده, منظر يليق بان هو ينقل صوره حضاريه عن مصر للعالم اجمع. على مدار العشر سنين اللي فاتوا شارك معنا اكتر من 379 لاعب من اكتر من 26 دوله, فاقت حجم جوائز اكتر من 2 مليون دولار. والسنة دي في النسخة العاشرة بنقدم البطولة بمنطلق مختلف, بنقدمها من مركز الجونة للمؤتمرات. احنا متعودين ان احنا ما بناخدش الحدث ونفضل بس محافظين عليه, لا بناخده وبنفكر وبنغير فيه وبنكبره. اهم حاجة بتميز استراتيجية اوراسكوم للتنمية ان احنا الاستمرارية. فاحنا من 2010 لغاية دلوقتي متهيألي من الاحداث القليلة جدا في بلدنا اللي بتكمل 10 سنين, وده انجاز, وده ما حصلش بمجهود قليل, لا استمرار. ونحن سنة عن سنة بنقدم حاجة جديدة كل سنة, كانت رجال بس بقت رجال وسيدات, ما ان رجال وسيدات وماسترز, والسنة الجاية ان شاء الله بنقدم جونيورز.